خلينا ننتقل لموضوع تاني. مستشفى بهية المتخصصة في علاج سرطان الثدي للسيدات أعلنت عن نجاح حملتها بخطورة هذا المرض اللي يعني يعاني منه ما يقرب من 36% من سيدات مصر. حملة بهية اللي بدأت في شهر رمضان اللي فات كان هدفها التوعية بخطورة المرض عشان يحاربوه، خصوصا أن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بيرفع نسبة الشفاء منه بنسبة 98%. خلونا نشوف التقرير مع بعض. الناس ما تديش أولوية للتبرع. إنها مشكلة بتواجه 36% من سيدات مصر، ودي أعلى من النسبة العالمية. اللي ما حدش عارفه إن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بيرفع نسبة الشفاء إلى 98%، وعشان كده كان لازم طريقة مباشرة وغير تقليدية للوصول للناس غير التلفزيون لنشر التوعية وجمع التبرعات. الفكرة كانت الاستفادة من الجزء الإيجابي في رمضان، وهو لمة الأهل والأصحاب والوصول لكل بيت في مصر لتغيير منظور الناس للموضوع. معروف إن قبل أي عزومة بنعدي نجيب طبق البسبوسة، فهو ده اللي حصل. في كل محلات الحلويات اللي عجبتها الفكرة كان في مندوب من مستشفى بهية يقدر من خلاله متسوق إنه يتبرع بخمسة جنيه وياخد قدامها شريطة وستيكر عليها معلومة عن سرطان الثدي للتوعية تحت شعار هاشتاج بنك رمضان، وبكده يكون ساهم في نشر التوعية مش بس اتبرع. وفي خلال يوم واحد من بداية الحملة حصل كده، وبدأ الناس يتداولوا القضية اونلاين، وكتير من المشاهير اهتموا ان هم يحملوا صورهم بالشريطة بعد تبرعهم وينشروا الموضوع. وده كان اكبر دليل على نجاح الحملة. تحول سرطان الثدي من موضوع مهمل نخجل منه لبوصلة جديدة اتجهنا لها وسلطنا عليها ضوء كافي انه يحطنا على اول الطريق لمحاربة المرض ده.